نفس الغلطة اللي غلطها مرتضى منصور بيكررها حسين لبلوب، بيسلم فتوح تسليم أهالي لجماهير نادي الزمالك. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. أنا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناة الأهلاوية على اليوتيوب. ملك موسى عضوة في نادي الزمالك وصحفية زملكاوية مهتمة بالشأن الزملكاوي وبأخبار نادي الزمالك، اتكلمت عن الغلطة الكبيرة اللي واجهها فتوح برضه مع حسين لبلوب. حسين لبلوب بيكرر نفس الغلطة بتاعت مرتضى منصور، بدل ما يحتوي اللاعب، بدل ما يوقعوا عليه عقوبة مالية، قرروا ان هم يعرضوه للبيع هو والزناري ومحمد صبحي. كان في تحقيق للاعب وكان في استدعاء للاعب، وكمان ان الاتنين اللعيبة نفس الامر طبق عليهم، ولكن في يعني طريق مسدود بين اللاعب وما بين ادارة نادي الزمالك وما بين كابتن فريق نادي الزمالك شيكابالا، اللي عمل له الغاء متابعة وده ردها له، عمل له الغاء متابعة. يعني شغل اطفال صغيرة، مش شغل ناس كبيرة ولا شغل ناس المفروض تبقى عاقلة ومنضبطة وعندها نوع من انواع الهدوء والاتزان. واي قرارات انفعالية بتبقى في وقت عصبية المفروض الواحد ما يقدمش عليها ابدا. الانسان لازم يبقى عنده نوع من انواع التعقل، نوع من انواع التروي، علشان ما يحصلش اي صدام بين اللاعب ما بين النادي او بين اللاعب ما بين كابتن فريق نادي الزمالك. ملك موسى قالت كلام كتير، وقالت ان اللاعب مديون لطوب الارض، اللاعب ما بياخدش مستحقاته من نادي الزمالك وسالف من الناس فلوس عشان عليه اقساط بيسددها، اللاعب محتاج فلوس وليه متاخرات عند نادي الزمالك بقيمه 10 مليون جنيه، ما خدهمش ليه سنه ونص، الراجل يعمل ايه؟ مفيش فلوس معاه. يعني حط ايديه في الشق زي ما بيقولوا، لكن حسين لبيب قرر ان هو يرفع السكينه من على رقبته، لان جماهير نادي الزمالك بتقول له جدد للاعب، انصاع للاعب، قرارات اللاعب، ادي له 60 مليون، ادي له 70 مليون، ادي له زي ما هو عايز علشان اللاعب مفيد لنادي الزمالك. فبالتالي حسين لبلوب كان يعني البحر امامك والعدو خلفك. مش قدامه غير يا اما جدد اللاعب بشروطه، يا اما يفضل بقى يعني هاتي مع جماهير نادي الزمالك زي ما كان مرتضى بيعمل مع جماهير نادي الزمالك ويتقلبوا عليه، ويبتدي بقى حسين لبلوب يبقى في خصومه مع جماهير نادي الزمالك، وده ما هو مش عايزه. لكن هو سلم اللاعب تسليم اهالي ليه؟ الجمهور، والجمهور ابتدى بقى يقطع فيه فتوح. ما تيجي نطلع ونسمع ونشوف ملك موسى قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا. بس هو انت بتتفرج على الفيديو، اخويا حبيبي الاهلاوي، اختي المحترمه الاهلاويه، الدعم بتاعكم اهم حاجه، اللايك والشير مهم جدا للفيديو سواء بتتفرج عليا في اليوتيوب او في الفيسبوك، الدعم بتاعكم مهم جدا جدا جدا. تدعمنا بلايك وشير للفيديو، اول مره تشوفنا اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ملك موسى قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. روحي ملك، التفصيل عندك ايه في موضوع فتوح؟ موضوع فتوح، اولا عايز اقول حاجه، انت فاكرين الفتره اللي فاتت لما جينا فرضنا ان فتوح دخل في ازمه بعيد كمان عن الماليه، ازمه نفسيه كبيره جدا بسبب الكلام بتاع مجلس الاداره السابق عن موضوع ان هو بيبقى ليه سلوكيات غير ملتزمه، وان هو ده الاتهامات اللي وجهت من مجلس الفرقه. اللي انا عايز اقوله ان اعضاء مجلس الاداره الحالي وكلنا انتقدنا الكلام اللي اتقال من مجلس الاداره السابق، لكن للاسف احنا لقينا ان المجلس حتى الحالي او المسؤولين في اداره الكوره قالوا ان سبب تغيب اللاعب ودي انت كنت ممكن توقع عليه عقوبه ماليه من غير ما تطلع بدون اصلا تصريح. لان احنا ضد يعني انت ضد عرضه للبيع؟ طبعا. هقول لك ليه. ماشي. انت لغايه دلوقتي في ازمه كبيره جدا في نادي الزمالك. انت دلوقتي بتدور على فلوس علشان تقدر ترفع القيد وتقدر ان انت تجيب لعيب، وعندك في يعني في كواليس كتير جدا احنا هنقولها دلوقتي. ايه هي الاسباب اللي ممكن تقدر ترفع بيها القيد؟ هو مفيش فلوس اصلا. حتى الفلوس بتاعت الشركه الرايه الزمالك لسه عليه شهرين للموظفين اللي ما خدهمش. تمام. فتروح دخل في ازمه كبيره جدا. ماشي. اللي حصل ان هو زي ما بيقولوا كده، هو سلم الجمهور، بس سلم الجمهور، سلم الجمهور. اخر حاجه كانت بتواصلي مع بعض المسؤولين في الزمالك ان لا غنى عن فتوح، وان فتوح هيجدد باي طريقه لنادي الزمالك. دي اخر حاجه كانت امتى؟ ده كانت من يومين. ماشي. يعني بالظبط الموضوع 24 ساعة. اللي حصل ان اللاعب غلط، واللاعب حصل واحد اثنين ثلاثة. عايز اقول لك مفيش فلوس اصلا عشان تقدر تجدد للعيب، اللعيب ما خدتش فلوس من مستحقاته المتأخرة، فدي عملت ازمة كبيرة جدا مع اللاعبين. فتوح اخطأ، اخطأ، وفتوح بيخطأ، وفي بعض اللعيبة في نادي الزمالك برضه بتخطأ، واخطائها جسيمة واكتر من فتوح. لا والله. وعايز اقول لك على حاجة، ده في كل الاندية. في
كل الانديه في كل الانديه. اوكي. لكن انا بتكلم انت دلوقتي فتوح سهل ان انت كنت تقدر تسيطر عليه. سهل ان انت تمشيه على المسار الصحيح. فتوح عنده ضغوطات ماليه فوق ما تتخيلها. فلوس عليه من بعض الزملاء ليه, من زمايله في الفريق, من زمايله مشوا عليه, اقساط عليه, حاجات كتير جدا. فهو مش بحاله نفسيه متزنه. تاني حاجه بعد التصريح اللي طلع وان هيتم ايقاف رحله التحقيق, موضوع ان انت خلاص جنبته. طب ما ده غلط في نادي الزمالك, انت دلوقتي ما قدرتش ترفع القيد وعرضه للبيع. هو اصلا في يناير من حقه ان هو يوقع لاي نادي. نادي الزمالك بيحاول يعمل ثوابت وقيم, ثوابت وقيم في ظروف ثانيه. انت دلوقتي ما خدتش القرار ده كثوابت وقيم, انت خدت القرار ده قرار جماهيري بحت. ده قرار جماهيري بحت. خلي بالك برضه, بس ما اعتقدش ان ده قرار جماهيري, الجمهور عايز فتوح. لا على فكره كل الجمهور بعد ما القرار اتاخد قال لك احنا مع القيم والمبادئ والكلام ده كله. طب ده ليه ما اتطبقش قبل كده؟ نفس الناس كانت بتلوم مجلس مرتضى منصور لما جه واتكلم على اللعيبه وعرضهم للبيع وقال لك هم بيتجاوزوا وبيحصل واحد اثنين ثلاثه. ما هو انت في سياسه, يا اما توافق عليها كلها يا اما ما توافقش. ما تجيش تلوم غيرك وتعمل نفس الشيء. بعيد عن ده, عندك مجلس الاداره بجد كابتن حسام نبيل ربنا يكون في عونه. هو كان دارس موضوع معين او حاجات ازمات معينه, المجلس دخل لا ازمات اكتر كتير. بعد الازمه اللي حصلت وبعد فشل المفاوضات خلاص انت كمان بتتجاوز في حق النادي. وهو فعلا عمل غلط كبير جدا ان هو خرج وسير. طيب الخطوه الجايه فتوح ايه؟ فتوح بعد الكلام اللي طلع من مجلس اداره نادي الزمالك وبعد اللي حصل نفس الشيء اللي عمله المجلس السابق, فتوح قفل صفحه نادي الزمالك تماما. تماما. وبقى في مشاكل بين فتوح وبين بعض الناس في الفريق. النهارده شفنا فتوح على الانستجرام كان عامل موشن اللي هو الضحك, وبقى في ازمه بينه وبين شيكابالا. لغى بس عايز اقول لك على حاجه, انت كقائد فريق ما ينفعش تعمل كده. انت المفروض بتلم. اوكي. انت عندك مين لعيبه؟ انت عندك ايه الخامات اللعيبه اللي عندك؟ بس في بعض الاحيان يا ملك, حتى لو ما فيش لعيبه, طالما لاعب تصرف تصرف خاطئ فطبيعي لازم اخد قرار. انت كان بتقول ايه؟ لان قرار مادي. لا خد قرار مادي. انت قبل اي شيء برضه مصالح في نادي الزمالك الاول. لا انا اخد قرار مادي. انا اقصد ان نادي الزمالك ما يتلمش بقرار زي ده ومتظلم. معلش, طب ما الاهلي كمان لما جه كهربا اخطا, كان الفريق كان محتاج كهربا واخطا اتعاقد مانيا. الاهلي برضه عرض عبد الله السعيد للبيع, والاهلي برضه قال ربنا يكتب بتاعه وترد عليهم. طب ماشي, وقال لك ايه الكهربا؟ نزل هو محتاجه. انت ما تجيش تقول لي انا مش محتاجه وانت عندك بديل, انت ما عندكش بديل. طب دلوقتي خلاص انت مثلا لا قدر الله انت ما قدرتش ترفع القيد, تقدر تقول لي مين اللي هينزل؟ طب ما انا ممكن. انت دلوقتي كماليا نادي الزمالك وخزينه نادي الزمالك مفيش فلوس, واللاعب ليه فلوس مستحقات متاخره. طب ما انا هخصم عليه فلوس واخليه يلعب واستفاد منه, وفي الاخر ممكن ان الامور المشتته في نادي الزمالك بين المجلس وبين اللاعب والامور الخاصه بعدم التعاقد او التمديد تتحل. طيب انت ما تضمنش بكره في ايه؟ لكن انت دلوقتي قفلت كل الطرق. طيب مراد قال الف فتوح هيروح بيراميدز. انا تواصلت مع بعض المسؤولين متاكدين ان هم بيدرسوا بيراميدز. اوكي. اتاكد لي ان هم بيدرسوا التراجع عن صفقه فتوح بعد ما هم مخلصين. ماشي. فتوح تفاوض او قريبه, هو مش خاله, بوضح هو مش خاله يا جماعه, هو قريبه تفاوض مع زد, تفاوض مع بيراميدز, تفاوض مع الاهلي. ففي ثلاث انديه. زد خلاص. خلاص. بيراميدز بيدرس التراجع عن ضم فتوح. ماشي. لان بيراميدز مش عايز اي لاعب يعني مش ملتزم من الاخر. بيراميدز عايز لعيبه ملتزمه, فبيدرس فعلا عدم تفاوض مع فتوح. اوكي. انا عن نفسي بقول لا, المفروض ان الزمالك يحتوي الامر ويحتوي الازمه. انت دلوقتي هل ده ممكن يحصل الفتره الجايه؟ ما اعتقدش دلوقتي. لا تفاوض فتوح من الاهلي ايه؟ مرحب. هنبتدي يعني الاهلي ولا تفاوض؟ بس هو هيشوف الاعلى. أوكي. لان فتوح دلوقتي اهم حاجه عنده الامور الماليه عشان يسد الديون كتير اللي عليه. طبعا القيد اترفع من على نادي الزمالك ازاي؟ الله اعلم. الفلوس جت منين؟ الله اعلم. مين سدد الفلوس؟ ما تعرفش. بس صحينا كده من النوم قالوا لنا ده القيد, وقف القيد اترفع عن نادي الزمالك عشان نادي الزمالك سدد المستحقات لدى الفيفا وسدد المستحقات لدى اللعيبة اللي محتاجة فلوس ورفع قضايا على نادي الزمالك بمبالغ كبيرة, من ضمنهم باتشيكو وماتشيكو مش عارف مين ونضاي وغيره 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 وغيره. منين الفلوس؟ الله أعلم. هو ده بقى الـ إيه, التمويل المالي النظيف أو اللعب المالي النظيف, أو الـ لما يبقى عندك قرش وقرش واتنين فجأة تلاقيهم مليون, منين؟ من اين لك هذا؟ لازم يبقى فيه انضباط في الاندية, ويبقى فيه ناس بتراجع الفلوس دي راحة فين وجاية منين. ولكن فجأة صحينا من النوم لقينا نادي الزمالك
موضوع القيد حله وسدد الديون برضو. منين ما نعرفش، بس مش مشكلة. أشرف صبحي يعني فتح خزائن الدولة على مصراعيها، الشعب الغلبان مش لاقي ياكل والدولة عمالة تسدد في ديون نادي الزمالك. تخيل يعني اللي يحتاجه الشعب يحرم على الشعب ويتحللوه لنادي الزمالك. بس ماشي، ما علينا، اهو الابن المدلل للدولة، الضرائب عليه بالمليارات، والنور والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية والأوقاف، كل ده هيتسدد من مين؟ من جيبي وجيبك وجيب الأستاذ وجيب سعادة الباشا، من جيبنا كلنا. بس ماشي مش مشكلة. لكن ملك موسى قالت إن الراجل حسين لبلوب بدل ما يجيب اللعيبة، أنت يا ابني طلعت ليه؟ هيقول له أنا طهقان وقرفان ومتضايق علشان ما باخدش فلوس. ده ما يديكش مبرر ان انت تطلع، انت غلطان، احنا هنطبق عليك عقوبة مالية يعني قدرها خصم 2 مليون جنيه وهتنصاع للقرار. انت ليك كام يا ابني؟ 10 مليون مستحقات، طب خد ادي 8 هم، وفي 2 مليون متوقعين عليك. انت عايز 60 مليون يا ابني، خد ادي 60 مليون وجدد للفريق. هو ده الصح، لكن مش تعرض اللاعب للبيع. اصل اللاعب لا مؤاخذه ما جابش ستات عنده في المعسكر، ده كان ده ملك موسى بتقول ده فيه ناس في نادي الزمالك بيعملوا اكتر من كده بكتير، يعني مصايب وكوارث اكتر من كده بكتير، ما حدش بيتكلم. حتى فتوح والزناري قال لك لما احنا قرب التجديد بتاعنا ينتهي او العقود بتاعتنا تنتهي وبيتكلم في تجديد، ابتدت تطلع المشاكل دي عشان ما يجددولناش، عشان احنا طالبين ارقام معينه، عايزين يرموا الكره في ملعب الجمهور. ايه رايكم يا جمهور؟ اللعيبه دي مش منضبطه، لاعب ساب المعسكر ومشي غلطان من ساسه لراسه، عاقبه ماليا زي ما قالت، عاقبه ماليا. ولكن ده شأن داخلي بنادي الزمالك، ولكن احنا حبينا نجيب لكم من داخل نادي الزمالك واحدة زملكاوية بتقول الغلطة اللي عملها حسين لبلوب نفس تكرار الغلطة اللي عملها مرتضى منصور، ان هو باع اللاعب للجماهير وقال ان اللاعب بيعمل وبيسوي وبيسهر وبيهرب، واللاعب خلاص قفل الباب في وش نادي الزمالك. بس ممكن في يوم وليلة تبص تلاقي أشرف صبحي بناء على الكلام اللي قاله وكيل فتوح، ان اشرف صبحي وزير الزمالك او اشرف السويسي بيتفاوض علشان الموضوع ينتهي. طبعا هيفتح الخزائن بتاع الدولة برضه مجددا ويدي الفتوح اللي هو عايزه، وخلاص قدم اعتذار للنادي وقدم اعتذار للفريق وخلاص كفى المؤمنين شر القتال ونقفل على الموضوع وتستمر في نادي الزمالك. ده اللي بيترتب حاليا. بس هل الايام اللي جاية هتخلي فتوح يمشي يروح النادي الاهلي، يروح بيراميدز، يسافر بره؟ الله اعلم. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.